الو الو يا كابتن ميدو. كابتن خالد مساء الخير. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. وازيك يا تامر؟ ازيك يا ميدو؟ الحمد لله ربنا يخليك. كله تمام الحمد لله. ميدو بنقول لك مبروك. وكنا بنتكلم على فكره ان في كل دول اوروبا يعني سيدورف لسه هيمسك ميلان اهو. مسك ميلان. او مسك ميلان خلاص. قبل كده جوارديولا، كلينسمان في منتخب المانيا. الناس ما اتقال احمد حسام ميدو، في ناس مبسوطه في ناس متخوفه. ميدو تقول لهم ايه؟ بقول لهم طبعا ان هي تجربه جديده يا كابتن خالد، عشان كده في ناس متخوفه. لكن زي ما انتوا اتفضلتوا وقلتوا وتامر قال وانت قلت ان يعني دي مش حاجه نادي الزمالك بيبتدعها او حاجه مش بدعه، يعني دي اللي في اخر 7 8 سنوات مدرسه التدريب تحولت الى صغار السن. بدايه بمورينيو واي في بي، اندريس فيلاس بوس، سيدورف، جوارديولا، اسماء كثيره جدا مسكت في سن لويس انريكي، اسماء كثيره جدا. ف يعني نحن ما بنعملش حاجه، يعني نادي الزمالك ما عملش حاجه مختلفة على العالم كله. أنا مع في ناس كتير بتقول إن هي مخاطرة وريسك، إن الراجل ما اشتغلش في التدريب قبل كده، لكن الناس اللي بتقول الكلام ده ما تعرفنيش. ما تعرفش شخصية أحمد حسام. ما تعرفش إن أنا وأنا بلعب كنت قائد. صحيح. وأنا بلعب من وأنا عندي 17 سنة كنت قائد. وربنا كتب لي إن أنا أكون موجود في المكان اللي أنا بعشقه. والمكان. على فكره تامر من شويه قال لي في حاجه مهمه قوي. قلت له ايه؟ قال لي ان ميدو بيموت في نادي الزمالك. يعني طبعا حب النادي الزمالك ده شيء يعني طبعا حاجه يعني الناس كلها عارفاه، لكن خلينا كده يعني نوضح الموقف بشكل كويس. يعني في ناس طبعا بتهاجم المبدا ان ازاي مدرب صغير ويشتغل واول شغلانه تيجي على نادي الزمالك وكله. انا متفاهم موقفهم، مفيش مشكله. لكن انا شايف ان باذن الله، باذن واحد احد، مع نجاحي باذن الله مع نادي الزمالك، دي هتكون فرصه لكل المدربين الصغيرين في مصر. برافو عليك. هتبقى فرصه لكل المدربين الصغيرين في مصر، هتشجع الانديه الثانيه ان بدل ما بعتمد على مدربين بقى لهم 20 25 سنه شغالين ولهم كل الاحترام طبعا. انما ان انا ليه لا، ليه ما اديش فرصه لمدرب صغير. انا عايز اقول بس عشان الناس بتقارن بين محمد يوسف وميدو، محمد يوسف اكبر من ميدو ب 13 سنه. محمد يوسف جيلي 43 سنه، شهر 8 اللي فات كان 43 سنه. ف لا، ميدو ظاهره جديده، ان هو انت عندك 30 سنه، ميدو اصغر مدير فني في تاريخ مصر يعتبر. انا بس في نقطه مهمه لازم تفهم الناس، ان انا يعني انا 30 سنه، بس انا اعتزلت بدري. انا خدت قرار ان انا اعتزلت، وانا واخد القرار ان انا بعتزل كنت واخد قرار ان انا اول 6 شهور او اول سنه هشتغلها في التحليل الفني. والتحليل الفني ده خبرات يا كابتن خالد قد اي شهاده تدريبيه. اي قد شهاده بس ده ما يمنعش ان انت هتاخد شهادات تدريبيه يا ميدو. طبعا الشهادات التدريبيه دي انا اخدها واحنا شغالين، ومسافر في الصيف ان شاء الله ايرلندا، هاخد في بيلفاست اوريدي حجزت فيها اللي هي الويفا بي، كل الكلام ده موجود. لكن انا بقول لك ان التحليل ليه شهاده تدريبيه. انت بتقعد كل يوم بتتفرج على 3 ماتشات. صحيح. المدربين واخطاء المدربين، التدخلات الفنيه للمدربين، كل ده كانها معايشه وانت بتتفرج. غير كده انت وانت بتحلل مين قاعد معاك في الاستوديو يا خالد؟ صحيح. ده حاجات رهيبه يعني، ناس مختلفه. كيفن معلول من كول اسمه كيفن كيجن طبعا، الان شيرر، براين روبسون. لا، وفي كمان عملاق العمالقه حازم امام وزوما طبعا. بس انا انا بهزر يعني. ونواف الطميات بيبقى معاك برضه، ونواف وكابتن نبيل، كابتن نبيل معلول، وكل الناس دي. الناس دي يا كابتن خالد، الوقت اللي هو اوف اير او بره الاستوديو، انا كنت في الفتره اللي فاتت دي بشتغل على حاجه واحده بس، ان انا بتكلم معاهم في الكوره، بتكلم معاهم ازاي سكواد، بتكلم معاهم لو حصل كذا تعمل ايه. كل الكلام ده كنت بحاول اخد خبرات. ده غير ان انا الحمد لله عندي ميزه يا كابتن خالد، عشان انا بطمن جمهور نادي الزمالك. ان انا يعني بخلاف كل اللعيبه اللي لعبت في العالم كلها، انا اكتر لعيب في العالم لعب مع مدارس كوره مختلفه. صحيح. ودي نقطة مهمة، خلي بالك. ده الإنجليزي والأسباني والفرنسي والإيطالي والهولندي والهولندي
ودي نقطة مهمة لأن كل مدرسة مختلفة. وأنا تشربت من الناس اللي أنا اشتغلت معاها أسماء كبيرة، كابتن محمود الجار الله يرحمه، الله يرحمه، حتى كابتن حسن شحاتة، حتى كابتن محسن صالح، كابتن حسام حسن، وفي أوروبا كومان ومارتن يول وأنخل لوتينا وأسماء يعني مش عايز أنسى طيب. اشتغلت معاه وزولا وأسماء كتيرة جدا، رودي فولر. طب ميدو معلش معلش هديك الفرصه بس عايز اسالك اسئله مهمه. نمره واحد، انت كنت اتعاقدت مع الجزيره وزوجتك واولادك راحوا المدارس هناك، حليت المشكله دي ازاي؟ كل حاجه الحاجات اللي بره الكوره ده كنت مش عايز اتكلم، هي دي كلها حاجات يعني ليها حلول. انا ليها حلول يعني طبعا طبعا ليها حلول. طيب لا في حاجه تانية لذيذه كمان اسالك سؤال، هل فعلا كان قيل ان انت كنت ممكن تمسك فريق الامل في باريس سان جيرمان؟ انا كابتن خالد، انا في الخمس شهور اللي فاتت الحمد لله من غير ما اخد لسه الدراسات عرض عليا خمس شغلانات مختلفه، منهم ثلاثه في الدوري المصري، نادي الزمالك هو العرض الرابع، هو العرض الرابع وعروض كلها رسميه، والمصري طبعا المصري ما هو من ده، هذه من ضمن العروض اللي بالمناسبه يعني بشكر مسؤولين النادي المصري ان هم فكروا فيه، تفاوضوا معايا وفكروا فيا وكانوا عايزين ياخدوا الريسك عليا برضو زي ما نادي الزمالك خد الريسك عليا، واتمنى يعني ان هم يكونوا متفاهمين موقفي ان انا النادي المصري قيمه كبيره وكل حاجه، لكن ساعتها وقت التضحيات ما كانش ينفع ان انا اخد الريسك عليه. طيب ده بالنسبه لمصر يا ميدو، اتعرض عليك ايه بره؟ اتعرض عليا ان انا اشتغل في الناشئين في انديه في الناشئين بره، لكن مش عايز اذكر الاسامي برضو عدم لعدم انا جاي لي خبر انه باريس سان جيرمان الفريق الصغير بشكل كبير، لكن برضو لان صديق شخصي ليا ما عرض عليا هذا الامر، انا مش عايز ان انا يبقى فيه احراج لانه ده بيبقى حاجات ناصر الخليفي، حاجات شخصيه مش عايز اتكلم. طيب ماشي اخر سؤال يا ميدو معلش، بس استنى بس لما اكمل القصه بتاع النادي المصري. تمام اتفضل. لان لما جه موضوع النادي المصري وان انا هاخد الخطوه وفي وسط الموسم والريسك عليها حسبتها بعقلي تمام؟ انما لما جه نادي الزمالك حسبتها بقلبي وعقلك. لا بقلبي بس. شفت مفيش عقل في الموضوع. مفيش عقل خالص. طب اتفقت على الفلوس هتاخد كام يا ميدو؟ طبعا اتفقنا، احنا اتفقنا النهارده مع انت هتتنازل عن اربع شهور الاولانيين؟ لا ده كلام عار تماما من الصح. المرتب اتفقنا عليه ومرتب الجهاز المعاون، وبمناسبه الجهاز المعاون عايز اتكلم في نقطه، ما اعرفش انتوا عندكم وقت اتكلم ولا لا. لا براحتك يا ميدو اتفضل. طيب في ناس قالت ان ازاي ان واحد زي كابتن عبد الرحيم محمد، كابتن احمد عبد الحليم والكابتن ايمن وطارق والناس اشتغل مع حد اصغر منها. اتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية إن في العالم برضو أنا لما كنت ماسك في أياكس، لما كنت شغال بلعب في أياكس، كان مدربي المدير الفني كومان والمساعد بتاعه روت كرول أكبر منه ب 22 سنة. صح صح صح. في كأس العالم في البرازيل 94 كان زاجالو وكان لويس ألبرتو. صحيح. كان أكبر منه بسن كارلوس ألبرتو. تاني حاجة اللي انا لازم الناس تفهم ان كابتن عبد الرحيم محمد حليم دول ناس مربيني. مربيني فعلا مربيني. يعني كابتن عبد الرحيم محمد ده راجل كان مدربي في الناشئين، والكابتن احمد عبد الحليم ده راجل يعني ليه خير عليا بشكل كبير. تمام؟ الناس لما الاول حاجه القصه اتعرضت عليا، انا طلبت ان يبقى لازم يبقى موجود حد اكبر مني في السن. عشان يقف جنبك. لا عشان يبقى في اتزان في الجهاز يا خالد. صحيح. يبقى في اتزان في الجهاز. مع طبعا وجود طارق السيد اللي هو قيمه كبيره في نادي الزمالك، وراجل حصل على بطاقات، وراجل يعني حصل على الشهادات التدريبيه واشتغل في الناشئين في نادي الزمالك، وهو رجل انا اثق فيه تماما وفي قدراته الفنيه. وان هو هيكون اضافه كبيره جدا لينا. طبعا كابتن ايمن طاهر قصه مختلفه، ده راجل يعني تولى المسؤوليه واختلفت عليه الاجهزه توالت عليه وهو تمام. فانا بتكلم من النقطة دي، النقطة المهمة في القصة إن الكابتن عبد الرحيم محمد والكابتن أحمد عبد الحليم لما خدوا القرار إن هم هنشتغل مع ميدو، خدوه أول حاجة لأن هم عارفين إن أنا
مدى احترامي ليهم، مدى احترامي ليهم نمره واحد، نمره اتنين ان هم الناس دي عايزين يساعدوني. عايزين يقفوا جنب ميدو، عايزين يرجعوا نادي الزمالك للمكان اللي المفروض يبقى نادي الزمالك موجود فيه. تمام. طب ميدو معلش في كلام جالي خبر ان شيكابالا بيقول لو ميدو مسك انا هرجع، صحيح؟ شيكا اتكلمت معاه امبارح، احاول جاهدا احاول جاهدا انه يعود. شيكابالا قيمه كبيره في نادي الزمالك، تعرض لظروف قهريه فرضت عليه ان هو يبتعد. وانا اتمنى ان هو يكون موجود، اي مدرب في العالم يتمنى ان هو يكون معاه لعيب زي شيكابالا. تمام. يعني في امل يا ميدو انه يرجع؟ لا يعني في كلام، لكن القصه لازم يعني هي حسبه كبيره جدا. تمام. تامر عايز اسالك، اتفضل يا تامر. ميدو طمني الاول، طبعا اول مشكله متاكد ان انت هتقابلها، اولا انت قريب جدا من اللعيبه فمتوقع ان هم يجوا، كان مظبوط يجوا يتكلموا معاك في المستحقات. قول لي هتواجه المشكله دي ازاي؟ هل هتقعد مع اللعيبه؟ هل هتقعد مع مجلس الاداره؟ هل هتحاول تجدول المستحقات؟ هتحل الموضوع ده ازاي؟ مشكله رخمه بالنسبه للمدير الفني يعني، لان انت ممكن تواجه يعني تقابل يا ميدو مشكله، مثلا عاوز تلعب لعيب ما يجي يقول لك يا كابتن ميدو مثلا انا نفسي مسدود عن اللعب لاني ما باخدش مستحقاتي، هتحل المشكله دي ازاي؟ كابتن تامر، اول حاجه المستحقات مشكله موجوده في جميع انديه مصر وليس في نادي الزمالك فقط. احنا لازم نستحمل، يعني احنا ما استحملناش بيتنا، مين هيستحمل بيته؟ يعني مين هيستحمل، يعني مين غيرنا هيستحمل نادي الزمالك؟ لكن انا في نفس الوقت اللعيبه انا عارف ان هم في لعيبه منهم في مواقف صعبه جدا، وفي لعيبه عندهم مشاكل كبيره. احنا هنحاول جاهدا مع مجلس الاداره المحترم والناس اللي النهارده وعدتني ان هم في اقرب فرصه هيكون في فلوس داخل نادي الزمالك، والناس بتشتغل بايديها واسنانها ان هي تقف ورا او ان هي تدخل فلوس للعيبه في اقرب وقت ممكن. يعني انت اللعيب يزعل يا كابتن تامر لما فلوس تخش النادي تمام وما ياخدش، يلاقوا ان هم مثلا زي ما كان بيحصل قبل كده يروحوا يشتروا لعيب ب 6 7 مليون جنيه ويدفع فلوسه وانا ما باخدش فلوسي. ميدو اخيرا انت ممكن تغير طريقه اللعب؟ لا طبعا، انت يعني نادي الزمالك هيلعب كوره بشكل مختلف، يعني ممكن تغير طريقه اللعب يعني. طبعا طبعا. تمام. اخيرا معلش يا ميدو بعد اذنك كابتن خالد. ميدو انا سمعت من كلامك ان على موضوع شيكابالا، ميدو طبعا مش بجاملك، الناس كلها عارفه ان انت من انجح لعيب، من انجح اللعيبه اللي احترفت المصريين طبعا اللي احترفت في اوروبا. فعارف يعني كويس جدا كلمه احتراف. بطلب منك حاجه، الله يخليك، يعني حاول ازرع موضوع الاحتراف والطموح عند اللاعب المصري من واستغل قربك، يعني سنك قريب من سن اللعيبه، يعني بمعنى ادق انت لسه بتقول ان شيكابالا، يعني عاوزك تعلم طبعا مش قصدي يعني بالنص بس، يعني انتماء شيكابالا لنادي الزمالك، مش انتماء شيكابالا بدون حساسيات، مش يعني هتكلم بدون حساسيات، مش عاوز انتماء شيكابالا يبقى انا هرجع الزمالك علشان ميدو رجع، انا مش هلعب علشان كابتن حسن شحاته مثلا ما بستريحش معاه نفسيا، انا هبعد عن نادي الزمالك علشان ممدوح عباس بعد، يعني هو انتماء شيكابالا لنادي الزمالك، انت عندك عقد اكل عيشك بس. اتفضل يا ميدو. يعني تامر لازم نفهم برضو ان اللعيبه دي ليها مستحقات وفي ناس عندها مشاكل، و هي القصه كلها في الطريقه ازاي اطلب فلوسي، هي دي القصه، ان انا ازاي اطلب فلوسي، لان زي ما شفنا في انديه ثانيه في لعيبه ليها مستحقات والفلوس بتطلب بشكل مختلف. لكن شيكابالا عنده ظروف قهريه انا اعلمها تماما ولا استطيع الافصاح عنها، افترضت عليه ان هو يحاول ان يبحث عن عرض خارجي. هو فعلا رايح تركيا ميدو؟ شيكابالا حاجه من الاثنين، يا رايح تركيا يا سلتك. ها يا سلتك يا ميت عقب يا ميت عقب. طيب هسالك سؤال اخير، هو سؤال يعني ظريف ورخم في نفس الوقت. ازاي؟ اقول لك ليه بقى. افرض دلوقتي احمد حسام ميدو واقف وجي غير واحد كده زي ما كابتن حسن شحاته غيرك، وراح وهو طالع كده راح قايل لك في ايه يا عم ميدو، في ايه يا ميدو، في ايه، انت هيكون رد فعلك ايه؟ اول حاجه عمري ما لعيب هيعمل معايا كده، لان انا عمري ما هظلم لعيب،
وعمري ما اخلي لعيب يحس ان هو مظلوم ومقهور ويعامل بشكل مختلف عن اللعيبه الاخرين. كل اللعيبه عندي سواء. ثاني حاجه لو حصل القصه دي هعمل ان انا مش واخد بالي منه، هعمل ان انا بعمل حاجه ثانيه، همتص غضبه، همتص غضبه. بس انت برضه يا ميدو 190 سم، يعني اللعيبه هتخاف تعمل كده على فكره. لا لا من غير خوف ولا حاجه، من غير خوف ولا حاجه. دول اخواتي، فيهم ناس اخواتي الصغيره، وفيهم ناس اخواتي الكبيره، فيهم ناس كبتني في نادي الزمالك. شكرا كابتن احمد حسام، بتمنى لك دايما التوفيق يا كابتن. بنتمنى لك التوفيق يا ميدو ان شاء الله. شكرا. نروح لاحلى